حضرتك المشهد ازاي؟ وهل الاسباب سياسيه ام اسباب اقتصاديه ام حرب معلومات زي ما كان بيقول ضيفنا السابق على التليفون؟ اتفضل. لا، هي اولا مش حرب معلومات، مفيش حاجه اسمها حرب معلومات. أيوة. هو يمكن مش عارف يعبر عن نفسه بالعربي، انا لاحظت ان لغته العربيه صعبه شويه. هي مش حرب معلومات، لا خالص. حضرتك احنا لازم نبدا الموضوع، هو طبعا ادى خلفيه تاريخيه على فكره التوتر وليه اوكرانيا بالذات، وده كلامه صحيح تماما في هذا الصدد، ولكن اللي نقدر نقوله ايه المتغير الجديد على الساحه العالميه خلال الفتره الاخيره اللي ادى الى تصعيد الموقف بهذا الشكل، وكاننا في حرب بارده فيها نوع من التصعيد والبناء العسكري من الجانبين. اعتقد انه السبب الاساسي هو فكره ان الولايات المتحده الامريكيه خرجت بطريقه اثبتت فيها انها دوله الى حد ما لم تحسن اداره خروجها من افغانستان بالشكل اللي يليق بها كدوله عظمى او دوله كبرى ذات مؤسسه عسكريه ضخمه، يعني يمكن هي الاولى في العالم يعني. فبالتالي هناك نظره يمكن من الصين ومن روسيا الاتحاديه لان هذه اداره ضعيفه ولا تستطيع انها يعني تقوم بمهام القياده في العالم، وبالتالي من هنا ممكن قوي تحديها والدخول معها في بعض المساومات المسنوده بتصعيد عسكري وبناء عسكري بحيث ان نحصل منهم على بعض يعني المكاسب في الفتره القادمه اللي هي فتره الاداره الضعيفه حسب تقديرهم، يعني مش تقدير تقدير روسيا والصين، ان هذه الاداره ضعيفه وبالتالي ممكن ان احنا نحصل منهم على مكاسب في المرحله الحاليه. نعم. وبالتالي احنا امام عمليه يمكن حضرتك تتذكري سياسه حافه الهويه اللي هي كان يعني وضع تصميمها جون فوستر دالاس وزير خارجيه امريكا في فتره سابقه. بحيث ان هو بيحصل تصعيد من الجانبين بيصل الى مرحله كبيره من التوتر ومن الخطوره. وبالتالي بعد كده بيحصل نوع من التوافق او يعني الاتفاق على بعض المبادئ، مش بالضروره تكون نهائيه ولكن على الاقل ان هي بتهدئ من روع الطرفين. اعتقد ان البلدين عندهم يعني اعتقاد جازم انه لو حصل اشتباك عسكري على الارض ده من شانه تفجير نقاط اخرى كثيره في العالم، وده هيقلب الموازين تماما ويدخل العالم في مرحله ما اعتقدش ان هم الطرفين الكبار يرضوا عنها او ان هم مستعدين حتى لمواجهتها، لان في حضرتك هتلاقي نقاط توتر اخرى هتبدا في التفاعل وينتهز الفرصه طبعا لزحام يعني حضرتك هتلاقي، وطبعا حضرتك قلت موضوع مهم قوي التداعيات الاقتصاديه، لان هيحصل ارتفاع لاسعار النفط وهيحصل انخفاض في الانتاج الزراعي لأوكرانيا اللي هي بتمد دول كثيرة جدا في أفريقيا بالقمح ومنهم مصر طبعا، أيضا امدادات الغاز الطبيعي لأوروبا الغربية القادمة من روسيا هتتوقف. فإذا احنا أمام معضلة كبيرة جدا، لا يستطيع هما الاثنين إن هما يصلوا إلى نقطة الذروة والمواجهة فيها. وبالتالي أنا توقعي زي برضو ما قال الأستاذ التحدث مع حضرتك من قبل انه مش هيحصل اشتباك على الارض على الاطلاق في ظل المعطيات اللي احنا كنا بنتكلم عنها، واعتقد ان هي واضحه لهم تماما، غير ان ممكن اول دوله زي الصين تبتدي برضه تستغل الموقف ويحصل احتكاك في تايوان، وبالتالي هتلاقي مثلا تركيا تخش على جزء البحر ايجا الخاصه باليونان، هتلاقي حاجات كثيره جدا تبتدي تتحرك في العالم وكلها هتبقى نقاط توتر، والعالم يعني مش يعود بقى مناخ الحرب العالميه الثانيه، دي هتبقى حرب يعني من نوع جديد فيها قدرات تدميريه اكتر، وبالتالي انا اعتقد غابه بقى يعني المساله تتحول ل يعني لا احترام لقوانين ولا اتفاقيات لا ولا بقى عالم ولا بلا ولا امم متحده بقى ولا مجلس امن ولا حاجه، كل واحد يفكر ان هو يتحرك طيب تتوقع حضرتك اللي بيحصل ده نتيجته ايه؟ يعني أنا مقتنعة تماما بأنه بوجهة نظر حضرتك أنه فكرة الحرب الكلاسيكية دي ما بقتش موجودة حتى في هذا الزمن، لكن نتيجة ما يحدث وبهذه التصريحات نتيجة اللي بيحصل ده هيكون إيه؟
هل المسألة هيبقى ليها مردود اقتصادي بالسلب أو بارتفاع أسعار بشكل عالمي متى تتدخل في أي لحظة الولايات المتحدة الأمريكية وبأي شكل؟ هو لازم الأول يعني نصل إلى مردود سياسي، لأن حضرتك استمرار التصعيد بهذا الشكل طبعا له مردود اقتصادي على الجميع. نعم. ولكن عشان نقدر نبتدي نفتح صفحة جديدة لهذا النزاع اللي يعتبر يعني غريب إلى حد كبير في الظروف الحالية، أنا بعتقد أنه لازم نصل إلى اتفاق سياسي. وهنا أرى أنه في الغالب يعني هتكون الغرب هو اللي يقدم بعض التنازلات، مش تنازلات ولا، لكن على الأقل هيكبح جماح فكرة التمدد بالقرب من الحدود الروسية. نعم. في الفترة القادمة، وبالتالي ده قد يهدئ من روع روسيا لحد كبير، وتبدا يعني عمليه الحشد العسكري اللي موجوده بكثافه في المرحله الحاليه انها تبدا تذوب مره اخرى، وتعود القوات الى يعني مستواها الطبيعي اللي كان موجود من قبل هذا التوتر. بعد كده هيكون طبعا الاثار الاقتصاديه هتكون الانعكاس يعني الاقتصادي، نعم. هيكون في انعكاس طبعا اقتصادي، ولكن انا ارى ان الدولتين الكبار هيكون عندهم حرص شديد على عدم الاشتباك على الارض، لأن ده في حد ذاته هيكون أمر يعني مكلف جدا، وخاصة إنه أمريكا أولا هي من يعني في الفترة الأخيرة في ظل إدارة بايدن غيرت من قواعد الاشتباك على الأرض بالنسبة للقوات الأمريكية. وفي نفس الوقت روسيا بترى أمريكا ضعيفة في المرحلة الحالية، فبالتالي إنها بتحاول إنها تحقق مكاسب على الأرض بهذا الحشد العسكري الرهيب اللي هي بتقوم به. فإذا إحنا أمام معضلة، ولكن في النهاية أرى إنه الطرفين هيكون عندهم قدر من التوازن السياسي، وهنصل إلى يعني يمكن بعض الإرضاء للمطالب الروسية، لأن نعم. طبعا الرئيس بوتين وروسيا أظهروا صلابة شديدة جدا في الفترة الأخيرة في هذا الصدد، وبالتالي أرى أنه الغرب هيكون عنده قدر من المرونة بحيث أنه يحتوي هذا الموقف وتهدأ الأوضاع بعد التصعيد الغير عادي اللي كان قريبا يا فندم. قريبا يا سيادة الوزير، ولا لسه في وقت حتى نصل لتهدئة الأوضاع؟ هي غريبة ان حركة الولايات المتحدة زي ما بتلعب بالسياسة بطريقة برضو فيها إحراج لروسيا، ان هي بتقول ان الغزو هيبقى يوم الثلاث، فإذا يوم الثلاث ده عدى وما حصلش الغزو الروسي ده معناه انه يعني الامور يجب ان هي تحسم قبل يوم الثلاث من الناحيه السياسيه، علشان كمان يعني روسيا تحافظ على ماء وجهها في الفتره القادمه، وبالتالي احنا داخلين على مرحله الحفظ ماء الوجه للطرفين. ازاي بقى ده؟ هي دي المهاره الدبلوماسيه في الفتره القادمه اللي يجب ان هي تلعب الدور الاهم، الدور الاكبر والاهم. نعم. بشكرك سيادة الوزير، بشكرك فندم، شكرا جزيلا.